كوبي كان اوفر باك احنا هناخد عايزين 17 مليون زي ما قلت علشان دوت اللي احنا محتاجينه فعلا، يعني احنا محتاجين الرقم دوت، وهنوفر قصادهم 20% بلس ان 5% كمان 25، يعني نوصل ل 25%، بس جيفن ان من خلال النتورك بتاعت حضرتك تساعدنا في ان احنا نبيع 700 تيست فور افري 1%، يعني نوصل ل 3500 تيست في خلال سنتين. انت عايز تيرن اوفر الجاي السنه الجايه كله يبقى على ايمن يعني؟ لا ايوه هو عنده مستشفى سنتين، سنتين مش السنه الجايه. اوكي سنتين. يعني 70000 دولار في السنه. يس سنتين ومش عليه. انا مشكلتي ان انا مش عارف ابيع حاجه، يعني لا لا انت لازم، انا ما بقولش لحضرتك تبيع، لا مش عارف ابيع حاجه انا ما اشتريهاش، يعني انا النهارده داخل معاك واخد ريسك عشان اعرف المنتج ده اقدر اشتريه اكله انا عشان اعرف ابيعه لغيري. وانس ان انا عرفت ان هو احسن من الحاجات اللي موجوده في السوق وفي مميزات عن الحاجات اللي موجوده في السوق اللي ب 99 دولار، ساعتها كلنا هنبيع، اعرف ابيعه